الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، أي علم؟ علم التوحيد، وهو عدم الاغترار بالكثرة. الكثرة ما تغره، بل إذا كثر الناس عظم خوفه ولا يزهد في القلة، فإنه لا يدري، لعله لا ينتفع به إلا أولئك، فيكون انتفاع خمسة يحضرون خير من أن يطلب خمسمائة لا ينتفعون. العبرة ما هو بالعدد، العبرة بالانتفاع. ولذلك أهل التوحيد الذين هم أهل التوحيد يخافون خوف عظيم من ذلك. الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله دعي في آخر عمره قبل وفاته بسنة أو سنتين إلى محاضرة في جدة، وكان هو في الطائف في الصيف، فلما أقبل على المسجد شاف سيارات كثيرة، قال للأخ اللي معه، قالوا وش عندهم السيارات كثيرة؟ قال شيخ جايين يحضرون المحاضرة. قال كل هذولا الله لا يفتننا، يقول كل هذولا الله لا يفتننا، وكم عمره؟ ابن الثمانين، مع ذلك يخاف على نفسه. اللي يعرف التوحيد ما تغره الكثرة ولا يلتفت إليها ولا يطلبها ولا يفرح بها. وإذا اتصل به واحد وقال أحسن الله إليك حنا 30 واحد ودنا نزورك، قال 30 ولا واحد؟ الزيارة كلها واحدة، النفع لكم، جي وجاء واحد ولا جاء 30، ما يهمه العدد، يهمه أن يحصل نفع وانتفاع. ولذلك تجد أن هذا يبقى ينفع الواحد زي ما ينفع الخمسين، لأن المقصود ما هو بهم، المقصود تعامله مع الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع الله عز وجل. ولذلك أنت ما تدري من ينتفع بعلمك وينقله إلى من بعدك. ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى يقول أن بعض أصحابنا أخبرني بأنه رأى شيخنا صالح بن عثمان القاضي في منامه، فقال لي يا فلان المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصلني أجرها، المسألة اللي افتيت بها في الميراث وصلني أجرها، يعني هذا الطالب سئل عن مسألة في الميراث وأفتى فيها، ووصل أجرها إلى من؟ إلى شيخه. فالإنسان عندما يهتم بمن ينفع ولا يهتم بالعدد يحصل له مثل هذه الخيرات.